سلام البنات، اليوم غنشارك معكم تجربتي مع فقدان الوزن ما بعد الولاده. شنو درت اكزاكتومون؟ الحوايج اللي صدقوا ليا، الحوايج اللي ما صدقوش ليا، وشنو يعني شحال فقدت من الوزن، المده اللي فقدت فيها الوزن، وعلاش حبست. دونك الا كنتو جداد مرحبا بكم في القناه، ما تنساوش تابونا ولا لاشير وديروا جيم لا فيديو. في الحمله الاولى كنت زدت بزاف ديال الوزن اكثر من هذه المره، هذه المره الثانيه، وما درتش يعني حاولت ندير من بعد من الولاده، حاولت ندير دي ريجيم، حاولت ندير الرياضه، ولكن مع الرضاعه ما تسوقتش بزاف وخليت يعني الطبيعه يعني دير خدمتها. من بعد عامين بالضبط، يعني النهار اللي حبست فيه الرضاعه لقيت راسي رجعت للوزن الطبيعي ديالي الاول، يعني 56 كيلو اللي هو الوزن قبل الحمل، بلا سبور بلا ريجيم بلا حتى شي حاجه. حاولت ندير شي حاجه، شفت راسي بحال جاني صعيب شويه وما صدعتش راسي بزاف، بقيت كنرضع بزاف بنتي، وكنت كناكل بطريقه عاديه جدا، ما كنتش كندخل شي افكار راسي، بالعكس كنت مشغوله، يعني كنت مشغوله غير ببنتي وبالحياه اليوميه، وحتى لقيت راسي نقصت بلا ما نشعر. ديك الساعه كانت عندي 23 عام، قلت يمكن مع العمر، مع يعني كل ما كنتي صغيره كل ما يمكن الدش ديالك دغيا كترجع كما كانت، يعني ما فهمتش بزاف. ومن بعد في الحمله الثانيه زدت بزاف، ولكن ماشي بحال الحمله الاولى، وقلت بلي راه يمكن غتجيني سهله انني نرجع كما كنت، وغادي نحاول انني نرجع قبل ما نقطع الرضاعه. في 6 شهور الاولى خليت راسي يعني ما مفكرتش نهائيا في يعني الوزن وهذا، قلت مع راسي، وهذا شاركته معكم بزاف. هذيك الساعه ما كنتش نهائيا تنفكر في الوزن ولا في الطرق باش يعني نلوح شي كيلوات ولا هذا، كنت مركزه غير في ولدي وفي الرضاعه وفي الحياه اليوميه وفي بنتي، يعني ما تسوقتش بزاف. منين تخطيت 6 شهور بداو كيدخلوا لي الافكار في دماغي، و انا ديك الساعه كنت يعني في حاله اكتئاب اللي ديجا هضرت عليها في الفيديو اللي قبل، وبديت كنفكر نحاول انني نرجع سبور ونرجع نبدا ناكل الاكل الصحي وما نبقاش ناكل بزاف داكشي اللي كيغلط وهذا. فبديت وكانت بدايه زوينه. كاينه واحد لابليكاسيون ديجا شاركتها معكم في انستغرام، ديجا درت واحد سؤال وجواب، راه يمكن باقي كاين يعني شحال هادي، ولكن باقي يعني خليته اونريجستري عندي في انستغرام، في لاباج ديال انستغرام. ودرت واحد لابليكاسيون تبعتها سميتها بيردر دو بوا اون 30 جور، هو كان بحال واحد تشالنج، يعني كتبعي واحد نظام ديال الرياضه كل نهار، وديال المبتدئين، يعني ماشي شي الرياضه اللي صعبه بزاف، سورتو انني كنت فاتحه، يعني حاولت انني ندير داكشي ساهل. كل نهار كديري حركات واحد المده معينه، وكل نهار غدا كتزيدي شي شويه، يعني مثلا اليوم درتي 10 ديال الحركات، غدا غديري 12، وزيد وزيد وزيد، وكتحبسي كل 3 ايام باش تستريحي. وجاتني سهله بزاف لانني وصلت يعني ساليت 30 يوم درتها كلها، عمرني ما حبست، وشاركت معكم هادشي كامل. وكنت كندير لا مارش ساعه في النهار، من غير الرياضه كنت نقصت بزاف من الحوايج اللي كيغلطوا، مثلا الخبز ولي بات والروز والحلويات والسكر وداكشي اللي طيب في الزيت بزاف وليدام، ويعني اي حاجه اللي كتغلط بزاف. ومع الرضاعه ما درتش ريجيم اللي قاصح بزاف، يعني مع الرضاعه دائما خاصني ضروري ناكل على الاقل كل 3 سوايع، ولهذا ما درتش ريجيم قاصح. درت مثلا كنفطر هادشي شاركته معكم في انستغرام، كنت مثلا كنفطر بالبيض بخبيز ديال القمح بكاس ديال اتاي خضر، يعني الشيء الاخضر، يعني الاتاي ديالنا بلا سكر، يعني ملي كنشرب مشروبات بلا سكر كنشرب اما اتاي اما حليب وقهوه اما حليب اما عصير ديال الدار، صافي ما كنتش كناخذ مونادا او يعني داكشي كامل ما كناخذوش اصلا مونادا، ما كنشربهاش بزاف وصافي، يعني المشروبات بدون سكر، ولا كاع بغيت تحليه كندير غير شويه ديال العسل مع العشره تاني ضروري نفطر المره الثانيه. كناخذ اما فواكه اما كنصاوب يعني شي حاجه خفيفه شي حاجه اللي صحيه. وفي الغداء مثلا كناخذ صدر ديال الدجاج كنطيبو في شويه ديال الزيت البلديه، ما كنديرش بزاف، ولا شويه ديال الزبده، ولا المهم يعني كنقص
ماشي كنحيد كلشي ولكن كنقص وكندير الخضره مبخره او الخضره سوتي او الخضره في الفران كنحاول ما امكن نقسم لي بات وداكشي اللي تيزيد في الوزن وعاوتاني العشيه في الكوتي تناخذ مثلا املو ولا العسل ولا عاوتاني كيتزا الاتاي وفي العشاء مثلا اومليت ولا يعني شي حاجه اللي خفيفه بزاف. الحوايج اللي كنت كناكل بزاف واللي كانوا كيشبعوني هو البيض مسلوق، يعني فين ما كنحس براسي بغيت ناكل شي حاجه اللي كتشبع كناخذ البيض مسلوق. البيض مسلوق والشوفان، هاد جوج هادو كنت كناخذهم بزاف 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 لانهم كيشبعوا كيكاليو وانا كان كيجيني الجوع بزاف مع الرضاعه. بقيت متبعه هاد النظام هذا مره يعني تنخرج على برا ولا مره ناكل شي حاجه اللي حلوه، شي حلوه ولا شي حلوه طلاك خيام ولا هذا مره يعني مره في الاسبوع مثلا ولا مره في 15 يوم. وبقيت متبعه هاد النظام هذا مده تقريبا شهرين، وفي شهرين نقصت من 68 كيلو الى 61 كيلو وبقيت غادا كنقص. الشهر الاول درت الرياضه، الشهر الثاني قطعت هذيك لابليكاسيون يعني حيت فيها غير 30 يوم حبستها وبقيت كندير غير لا مارش. من بعد وليت كنحاول يعني بغيت مع كان في ديك الساعه الاكسياب كانوا كيجيوني افكار سلبيه بزاف وتنقول بلي راه 61 كيلو راه ما خاصني مازال نقص اكثر، وكنت فعلا كنت كنحس براسي غدا تنقص، ولكن بديت كنفكر بواحد الطريقه خايبه بزاف لانه واخا نقصت هذاك الوزن يعني 6 ولا 7 كيلو راه واخا راه كبيره. فاش كنشوف راسي في المرايه ما كانش كيعجبني الحال تنقول مازال خاصني نزيد نقص. وتيليشارجيت لابليكاسيون لو سيكري دو بو، الا كنتو كتعرفوها كتحسب لكم سعرات الحراره لي كالوري ديال كل حاجه كتاكلوها، وعندكم واحد لاكوطا ما خصكمش تزيدوا عليها، فاش كتزيدوا كتكونوا ما غاديش تنقصوا ديك الساعه. وهاد لو سيكري دو بو باش خايب هو انه ما كياخذش الاعتبار انك كترضعي، يعني ما كيحسبش لك لي كالوري اللي كتخرجي من الحليب. وباش خايب هو انه كيخليك تركزي غير على ماشي على لا كاليتي ديال الماكله اللي كتاكلي ولكن غير على لي كالوري اللي كتهز، يعني شحال ثقيله ما كتشوفش واش الحاجه صحيه ولا لا. وهذا الشيء بلا كيأثر عليا بزاف لانه وليت لقيت راسي كنفكر غير في الماكله، كنفكر غير في الحوايج اللي ما خصنيش ناكل، وليت كنفكر شحال ديال لي كالوري نقدر ناكل في النهار. وليت مبليه اوبسيدي بالماكله لواحد الدرجه ما استيتش براسي، يعني داكشي كان زادني مع الاكسياب وزاد يعني زاد عليا بزاف، يعني حالتي تدهورات بزاف، حالتي النفسيه وليت كنحسب بزاف وليت اوبسيدي لواحد الدرجه خايبه بزاف لدرجه انه ما بقيتش كنعرف واش فيا جوع ولا ما فيهش جوع. كنلقى راسي بعض المرات كناكل وانا ما فيهش جوع، ودي فوا كان ما كناكلش الوغ كو فيا جوع. لهذا قررت نحبس كل شيء لان هذيك الساعه كنت غرقت بزاف في الاكتئاب، ما كنتش حامله راسي، ما كنتش حامله ذاتي، ما كنتش حامله حياتي، يعني وصلت لواحد المرحله خيبه بزاف. وقررت انني خاصني نحبس، خاصني نعتق راسي كما دائما تنقول في الفيديوهات. وفعلا حبست كل شيء، قلت عرفتي شنو ما نبقاش نتوزن. كنت كل صباح كنتوزن وكنشوف شحال من غرام طيحت، وكنت كنشوف راسي في المرايا وما كيعجبنيش راسي واخا نقصت ما كانش كيعجبني راسي، كنقول لها خصني نزيد، ولدرجه انه وليت الوقت اللي ما كنتش كناكل فيها ولا كنحسب فيها شحال غادي ناكل ولا هذا، وليت كنتفرج في فيديوهات اولا كنشوف كنخلي داكشي اثر فيا، يعني كنشوف حوايج اللي كيأثروا فيا سلبيا. مثلا كنشوف البنات اللي رقاقات بزاف وتنقول خاصني نوصل ليهم، خاصني حتى انا نكون رقيقه باش يلاه يعجبني الحال. وهذا هذا غلط كبير بزاف لانه ما عنده حتى شي علاقه بالصحه، بالعكس كيزيد الصحه تدهور. وبلا ما نساو اننا كنرضعوا، يعني ضروري ان يعني نخافوا ان الحليب يمشي لينا. ونفسيتي كانت خايبه بزاف، كنت من غير هادشي كامل كنت فواحد يعني كنت كنفكر في افكار اخرين في مواضيع اخرين اللي كانوا كيأثروا فيا سلبيا بزاف. ولهذا قررت انني نحبس كلشي وندير ستوب باش انني نرجع للحياه، لانه وليت كنحس براسي صافي ما بقيتش كنعيش، ما بقيتش فرحانه، ما بقاش عجبني الحال. وتنقول مع راسي بلاتي يمكن ماشي وقته دابا، يمكن نفسيتي ما موجداش لهذا الشيء، يعني عطيت الاهميه للحاله النفسيه ديالي. وليت كنقلب على الفرح، كنقلب على الحاجه اللي كتفرحني واللي كتضحكني واللي كتعجبني والحاجه الحلوه، الحاجه اللي فيها المتعه.
باش اني نرجع للحياه. دونك هادشي اللي درت، حبست كلشي، مسحت كاع لي زابليكاسيون اللي كنت تيليشارجيت، لو سيكري دو بوا ولا بيردير دو بوا داكشي كامل، ما بقيتش نهائيا كندخل دوك الفيديوهات اللي كانوا كيحفزوني لواحد الطريقه خايبه. انني نفكر انني مازال خاصني نقاس وخاصني نضعف وخاصني نكون بحال دوك البنات، وكنت كنشوف ريجيمات قاصحين، ريجيمات اللي كيعيشوا غير بالبيض ولا كيعيشوا غير بالبطاطا ولا يعني شي حاجه اللي خطيره بزاف، واللي كنت كنقول مع راسي واخا يعني نشوفهم، يعني كنت كنشوفهم واخا انا عارفه راسي ما نقدرش نشوفهم لانني ما نقدرش ندير ريجيم قاصح بزاف، ولكن وليت كنفكر غير في هادشي، يعني وليت ولا الموضوع الحياه ديالي هو الاكل والريجيم ونقص وهذه وهذه، واخا كنت يعني كان الاكل بلوز او موان صحي اللي كنت بديت به في الشهر الاول، ولكن في الشهر الثاني ما يعني ما بقاش التوازن، يعني ما بقيتش عارفه واش فيه الجوع ما فياش، يعني وما بقيتش كندير رياضه، ما بقيتش كندير حتى حاجه، ولا عندي لا ميسيون ديالي هو انني ناكل وقت ما جاني الجوع، واي حاجه تشهيتها ناكلها بلا ما نحبس راسي، وفاش يعني فاش نشبع صافي راه شبعت، والحاجه اللي تشهيتها اللي تشهاتها خاطري، مثلا تشهيت شي حاجه واخا تكون ما نعرف كيفاش دايره، خاصها تحط، خاصني اما نصابها ولا نمشي نشريها ولا هذا وناكلها باش فريمون نحس نحس بها. وفهاديك في الاسابيع الاولى، يعني في جانفي، في الاول ديال جانفي، وليت كناكل بواحد الطريقه، يعني رجعت كاع داك الوزن تقريبا. انا دابا ما عمري ما توزنت من اخر نهار توزنت فيه اللي كنت مازال يعني متبعه داك السيستم، من بعد عمري ما توزنت، يعني كاين الميزان غير محطوط ما كنوقفش عليه نهائيا، لانه ما بقاش عندي مهم، وليت كنحاول انني نتقبل راسي كيف ما انا، وتنقول مع راسي بلي راه غتجي واحد الوقيته غادي نقطع الرضاعة، وغادي نكون مزيانه نفسيا، وعاد ديك الساعه نبدا نقص شويه بشويه، ولا غنبدا ندير الاكل الصحي غير نركز عليه بزاف ولا هذا، لانه دابا كيجيني الجوع اكثر من العاده، اكثر مما هو عادي، لانه كنرضع بزاف، ولدي كيرضع بزاف، وخصوصا انني يعني عشت واحد ليكسبيريونس نفسيا اللي ماشي ما مزيانش، وليت كنحاول ما امكن انني يعني دابا حاليا ما بقيتش مسوقه، عرفتي شنو هي، ما بقيتش مسوقه، يعني خليت هاد السرح، اللي بغيت ناكلها ناكلها، اللي ما بغيتش ناكلها ما ناكلهاش، اللي بغيت نلبسو نلبسو، يعني ما بقيتش كاع كنحس براسي، بالعكس وتقبلت ذاتي، تقبلت انني غنبقى بحال هكا واحد المده قبل ما نرجع كيما كنت، والحمد لله ان ما عندي حتى شي مشكل في صحتي، الحمد لله انني بصحه جيده، الحمد لله كنرضع ولدي، دونك هذا هو المهم حاليا، هذا هو المهم، وعارفه انني مازال الحياه قدامي، ومازال الايام، مازال الايام قدامي، ومازال غادي نهتم براسي اكثر واكثر واكثر، يعني نهتم بالصحه ديالي، لكن حاليا صحتي النفسيه هي اهم حاجه على فقدان الوزن. والحاجه اللي كانت كتزيد عليا ستريس هذيك الساعه هو انني كنشوف امهات اللي يلاه ولدوا واللي قدروا انهم يرجعوا الوزن ديالهم اللي قبل، وكنت كنقول بيسكو هما كيعيشوا نفس الظروف كأنا عايشاهم، حتى انا نقدر نوصل لهذاك الوزن، حتى انا نقدر نضعف وهذا، ولكن كل واحد وظروفه، كل واحد شنو تيعيش، يعني ماشي بالضروره، ماشي هي ماشي شي مرا شفتها ولدات صافي راه انا بحالها وهي بحالي، لا، كل واحد وظروفه، كل واحد وحياته، كل واحد كيفاش كيتاقلم مع حياته جديده، كل واحد كيفاش شنو تيعيش، وكل واحد والحرب ديالو، يعني ما يمكنليناش نقولوا بلي راه ديك السيده راه حياتها سهله، لقاتها سهله، وانا لا ما عنديش زهار ولا هذا، لا، كل واحد والحرب اللي كيعيشها كل نهار، وانا ديك الساعه كنعيش الحرب ديالي اللي هي نفسيتي، الاكتئاب، الحرب ضد الاكتئاب، الحمد لله انني قدرت نتغلب عليه، ولا مازال كنتغلب عليه، يعني ما كان واخا كنحس مره
يعني مره كنلقى راسي بحال لا غدا تنغرق، ولكن كنحاول نرجع راسي براسي وبالحوايج اللي يعني دوك كاع دوك المراحل اللي شاركت معكم في الفيديو اللي قبل اللي غنحطو لكم لتحت كنحاول نرجع نديرهم. مثلا في ما تنسى راسي كندير ستوب كنحبس، حتى حاجه ما عندها حتى شي اهميه، راحتي هي الاولى والسعاده ديالي هي الاولى. كما دائما تنقول الام هي منبع السعاده في المنزل، ولا ما كنتيش نتيا مرتاحه وسعيده وعاجبك الحال وعاجبك راسك وعاجبك ذاتك وعاجبك حياتك وعاجبك كل شيء، فولادك غيتاثروا بواحد التاثير خايب، والانرجي يعني الفايبس اللي كتكون في الدار غيكونوا سلبيين غيكونوا خايبين، وهذا واحد الانفيرونمون اللي ما مزيانش للوليدات الصغار. دونك دائما تعطي الخاطر راسك وتعاملي مع راسك بحنان وبحب كما كتعاملي مع ولادك بنفس الطريقه. دونك من شهر واحد يعني فاش قطعت، وهذه واحد المرحله مهمه بزاف، فاش قطعت الريجيم وقطعت واخا انا ما كنتش كنسمي ديك الساعه ريجيم، كان غير كنت كنكونترولي شويه الماكله، وقطعت السبور وكلشي رجعت كناكل بواحد الطريقه بحال لا شحال هادي ما كليت، وهذه حاجه طبيعيه يعني وليت كناكل بزاف 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 حيت كنت حابسه راسي لواحد المده، ومن بعد وليت كان ديك لا كونتيتي غاده وكتنقص، وانا كنت متبعه غير الجوع ديالي. مثلا كنلقى راسي فيا الجوع بزاف كناكل على جوعي، بغيت ناكل بزاف حيت فيا فريمون الجوع بزاف غناكل بزاف، فيا الجوع غير شويه غناكل غير شويه، وليت متبعه غير لو كور ديالي اش تيقول ليا. ويعني رجعت الوزن، هذه باينه لانني حسيت بها في حوايجي، وعرفتي شنو ماشي مشكل انا ما عنديش مشكل كما قلت، يعني حتى نقطع الرضاعه حتى نكون في نفسيه مزيانه، وهذا عاد ديك الساعه نرجع. دابا حاليا مازال كندير لا مارش مره ما كنديرش سبور في الدار، ولكن وليت كنحاول ندير اليوغا اللي كتعاون حتى النفسيه بزاف، وليت كنحاول ندير لا ميديتاسيون حتى هي، ولكن اي حاجه عندها علاقه بالاكل تنقول الحاجه اللي تشهيتها غناكلها وصافي، يعني اللي بغى يموت يموت. هذا الشيء معنيته ان هذا الفيديو غير الجزء الاول، غادي ندير مازال الجزء الثاني ماشي دابا حتى نسالي الرضاعه وحتى نقدر نرجع للوزن ديالي الطبيعي، نقدر نرجع غير برضاعه ما تعرف كما وقع لي في المره الاولى، وكنت ديك الساعه زدت اكثر من هذه المره هذه، ولا غادي نضطر انني ندير حميه ولا ندير شي حاجه، وديك الساعه نكون في نفسيه مقاده، وديك الساعه غندير الجزء الثاني نشارك معكم اشنو وقع وهذا. دونك البنات شكرا بزاف على المشاهده. البنات كاينين شي وحدين اللي ما كيطلعوش لهم فيديوهات، ضغطوا على الجرس باش فين ما نحط فيديو تجيكم نوتيفيكاسيون راه تحطات، لانه وليت كنحط عشوائيا شويه، مازال ما قديتش واحد السيستم اللي كنتبعو يعني على حسب الايام اللي تنحط في وسط الاسبوع، كنحاول انني نحط اكثر من فيديو في الاسبوع. شكرا على المشاهده، وغنشوفكم فيديو جديد، تهلا فراسكم بزاف، باي باي.